انت خلعزة لب تنياثة لك خازخ انا بش كبيرك خزيالة انا وكراشخ يلمحكوي اثمندي اللي دمذينا يوثا ادبابا وساوا ساند اوهاتن خرزه شوعايه بخازوتني لكت شوعا الشش تدعشتا قند اديو بتبقروخ لطلوخن من بنيثة بغدادة وبتخازخ آذي بيثة ميل خويشة من يورثاند بابا وساوا لاذي شوبا ين لاذي دوكا ين آذي بيثا ميل خويشة آذي بيث عتق دكمريلي دي الخشمت بيث عتق سيف قذية خبر صوبا من بنيثة بغدادة واللي بد آوذل آذي بيث عتق دك دائر الليح ين لقيانح أو المتحف الشخصي آذي بيث عتق والخويشة كبيرة من مندان كيصري جوزون ودار أتيق ينك يصري جو يرتوث بابا وساوا يرتوث آوا هاثن محكيلا أمت سيف مرواث آذي شوبا يند آذي بيث عتق لو الليبن مقن أخر سيف بأنه نبقم كاميرا ودمحك لثمن دي الخويشح جو بيثح أو دي الخسامة من بيثح ويلح تا موروث دبابا وساوا بس بتهاويثن ايبن امر خام النشواثح اكمعن بآذي شولة وات كبيرة معلومات الآذي من دي الخويشة بآذي بيثة بشو امن اد ايذخ من يبتاو ادي امن اد محكيلن الآذي بث عتق متي شو متي قذية انا كبيشن برد عمد سيف دي مري هذا متحف سيف قذية أو كناخ بطبالط قاوة الإذاعات فكم كالف الأميرة آيت يعني حاكي بدوكيك ما مني أهلا مثلا تدلل كدك خازخ يرتوث بابا وساوا كمرخ وكم بقرخ ما كواوا شريخ شو قد إيذخ إيه بسو تقميثا يعني أولى الخطوات من دي كواوا تد ادي يوما اضماط الاثمندي دي بريسح اخا اثمندي طاوة وشبيرة وبريشة جو اذي بثعتق بشو امان تد ايذخ دي خواوة شريفة سيف قذية بداية يعني هذا متحف سيف خازنوا لإثوى الوهس يعني بجماعة من ديانة اتيقة ف صراحة كم شاجئنا وأنا هم منه يعني بالبداية جمعوا عملات يعني عملات معدنية ورقية أتيقة بعدين طويرة بش جاي البثرة مخطوطات يعني ساوي إثوالا كاثوها بيذح مخطوطات يعني هذا حكي ب 1980 يعني 1886 هذا فسيف بش جاي البصرة لأنه ساوي زل ولبس لخلق مهتم ولثوالا يعني خاشة ماشة على مودة فبش
صلي الواز بشك جامع أهم منه. كم شاجعنا يبش حيل أنا بشك زاون سيف. يعني خازم الديانة أتيقة صلي له يعني خا شجاع زاون يعني لك ما سنبالها يعني داب بارا لبش ولا مندي يعني الجيبة. بس أهم شيء شغلات تراثية. وشاتة عن شاتة شاتة عن شاتة وذل متحف صراحة بشرب من ذا بس كدثيل داعش كدديرا كل من دي كيوطينا لو كل من دي تراثي يعني إثوال إثوال سباق قاود 1800 1700 بس كله زل أنا قماي من ديران بديله بجماعة أني شغلات ده هذي كيتو خصي أني كله ينبثر دطر أرطل من تاجيري ياهو ومدير يعني حيل من ديانة بس حيل من ديانة فقدت مشتيق إثوى لبش لي بندم حصلك بصراحة لأنه يعني مختفى من دي أتيقى إذا ناشي لبش كمسي ميل بالها يعني كنت ديرا حيل ناشي من ديانة أتيقى كل هيك مزاديه مع العلم لك ذي قيمته ما قيل التراث يعني وكله مستمر يعني سيف دها باب دماي كليا عم مت تخير خمندي بريشة وأن نقايا مندي زلة زلة لبش دار بس شو قد خازخ اثمندي اديو دي لنطيرة آخا ديخ بتبايش مخهية وديخ بتبايش انطيرة بيما أرخا إذا مثلا أتيقة يعني كشماخوا لما واثن وساواثن كميوة مدلت لأتيقة لت لخاثة ف أخني هذه فكرة سيف يعني بأنه محافظة خل تراث ديدا محافظة خل الآواثن وساواثن دخيو قعيشي وما قلو شيوا ماك مستعمليوا دا يعني دكوذي وخالة ما لثوة بقميثة حنا فيها تقولا جارد مايا منا يا مبيراثة ومنا ما كني فبلوير هذه فكرة إكسيف دخدميرا بدها بس هنا يا بعدين قمله لشوق لمندي تراثي يعني منطقتنا مو بس منطقتنا يعني حتى من كرملاش من برطلة من أرقوش إيزلك ماذا كل تراث يعني تخلص منطقة لسه هنينا بس أكثرية يعني سباقت منطقة بغدادنا كود أويرن آخا لقي دينا بيثيرا ينبث عتقيل بس كالسقلا لاذي شوفا غزيلا ولو مخلا خريخة بسيمة ريخة قميثة كم رخلة عبق الماضي بس شو قد ايدخ ميل نيشة ين يعني ميل هدف دي لأدي يوم اثمن دي انطيرة آخا هدف دعا متحف وداني فراغ أتيق اهو لحفاظ الهوية منطقة و مولبوخ ده هذا الجيل دي القايم دخي وك عيشي يعني أجداد جديدة ولك هايملا يعني أخني إثناش حير كمية وشبيرة سيفكم جاوبوا كاميرا أخني كم حافظة التراث جديدة يا أخي لك محافظة أخني إلا ماني محافظة له شو ما بصر لا بشقش خشوم ديم داني لك إذا أواثن وساواثن دخ إشي ما يوا ظروف دتة ما يوا أني من ديانة كاكسيلا دخيوك عيشي وما ظروفي يوك عيشي السيف كأول يعني من بديل بجماعة أني شلان أتيقة أهون السيف يا وبعدين حيل الشباب ناشد منطقة هم قملي غزيلي سيف أنا محصلي لي يعني خا دافع دم حفظي التراث دم منطقتي هم قمهن هم وذلي نفس ما دو وذلي سيف وهم يعني لك مسي مبالا لصرافها مال بالنسبة ليه شو مديرة يعني ليلة مشكلة مال أهم شيء حفاظ التاريخ والمنطقة من يرتوث بابا وساوى أتن من ديان كبيرة شو قد إيذخ مي شو خلابة بينت أنتيكات وتحفيات وموروث الشعبي ين يرتوث بابا وساوى بالنسبة للأنتيكات أنتيكات يعني مندي لا خاص لبنا يعني خاص لغذنق لا خاص لخرتقها ومحتفظة تبقاها بس التحفيات لا تحفيات يعني
حيل دا إيثي كوذي تحفيات على الطراز القديم بس ليلة تيقة يعني ليلة قديم هو خاثلة بس على الطراز القديم كمية تحفيات بس بالنسبة للموروث الشعبي لا موروث الشعبي شلالة كوذيوة أواثن وسواثن يوا وذا بتخازيت وهذا متحف إن شاء الله و... ومن دي كذا خلني يعني خنا وأتلن خنا معلومات ممتخنا ما دي ما قديما أتلن معلومات ممتخنا تزيدوا تخيوا تاريخ أواثن وسواثن أنتيكات ين آني أمانة ين آذي قطعة ديكوية طيمنتا هل بتكبيشة مثاثة ين مجمعتا من شوبا لشوبا من شنيثة دوكا لدوكا كم رخلة الحال يعني أودت خ موهوثة ين أو من دي دي إريثح من بابا وساوا كاوي لغذا تخملت بأنه ليما شوبا زالة لازم ميث خبرتها ين خ قطعة من دي دوكا وهل بتكبيشة طبعا قطعة ين أنتيكا تهاويلة طيمة هوية طيمة انت وداريلا يعني تبارسلا بآدخ شوبا هل بدك بيشة ختحفة قديمة يعني أتقتكوية كايبخ ريخة كياصر قو دعور شو قد إذخ بأنه إثشنيثة يعني إث إزالة وإثاية لدكان كبيرة وجموع آدخ من ديان كنت كمرخ ما قد كيتقي كبيشي بشطيمان يعني ابن امرخ اني انتيكات ين اني تحفيات ين اني من ديان دي بغزي اديو اخدي بخري خري خلين مطايا اللوخ بس اللي ولا مطايا كم رخلي بانه غدو برناشيلي كم خابل كتاه بس اني كبيشين طير ومخهي همني برناشيلي ما قد كيتقي ريخي بشك بايج بسيمة وقيمة دي بشك بيشة طيمة انت خاص عمت ما بعمل بالنسبة للانتيكات انتيكات مندي لك معوض اثناشي ات انتيكات بس ما هي قداري لقاود مكتبة قداري تركيلها يعني بس هذا مندي انتيكة لهذا بس اي انتيكة لقاود مدارخ لها ودائما يعني منطفخ لها ايك الزانان يعني بشكلوخ لها منن ناشي منطق الزانان قيبها بتخازيلها خازي لخا من درابة يعني هذا تراث ديوخني هذه منطقة ديوخني فأخني أنتيك لك صاير تشقلق لها و... ورفع لها لازم توي قم أينا دائما دمدارخ لها على مود مستمرة وما قد دمدارت لتنا أنتيكا بيش بيش بيشتو وبيش أتقتا وبيش قيمة تحرب هذا ادي يوم يرثاند اوهاثن خازخل كبير من عمين من ناش دين كيسري لقو يال دي لوك مضيري لي الدعور ديخوي ودعور دي اكمتخيري تدمتخري اني ديخا هيوا ببواثا ديخا هيوا وديخ عيشي وانا يماثا امد بابا وساوا ادي يوم انا من ديان دبلخي وقوي ودوي وأمد بابا وساوا بش لبس بريس آخا ليلة بلاخ بقوي شو قد شامخ معمد خازغ ديخ بش لإثمن دي ديخ بش لصيرة قو إيالة قو دعور دي أخني هذا من دي ديخ قو دخل ديك جمع خاني من ديان أتيق هم كفكرة لا يعني أخني أطبيلا يذيلا دخ عشي أواثا وساواثا يلينا لك دي دخ عشي فأذمن دي ديخ كوذخ للجمع خاني تراثيات كيخ منطخ بأنه تخيوك عيشي أجدادت تخيوك مشغلي ماك مشغلي ما من ديانا دا إيث حيل شباب دا دمت هذا ميلة لك هذا ميلة اللي كاوت مقشت لحيلة ومنطط لفكرة هذا خيوة فعلى مود دي دخيوة عيشة دا أجداد دت بهذه منطقة ودخ مقومها أجيال ودخ آني أجيال مقومها آني أجيال دي كينا ده صنياثة قميثة إثوالي أسلوب خاص ينغذى خمندي بريشة دي بالخيوة بقوي باثخ القيسة ديخ قطيوال قيسة ديخ قيسي والة وديخ يتوي ومنطفي والة وديخ يتوي ونقري واللي حين منقشي والة قو إيذا اليومك خازخ لكل مندي مكائن
وقالت ياثا شو قد شمخ معمدته محكي لن الآني قالت ياثا قميثا دوي واتقيسا. بالنسبة للسؤال تخافن إيفا الأني خشب قيسة دميرة دخ كوذي ولا يونا أني كله كوذي ولا بإيذا وبشغلات بدائية وخاصة يعني إثفى بخفن يعني كثيرة إن هذا كميوال أوجر هذا شخرة هذا كميوال أوجر هذا كراثي وقاوة أني كله بإيذا نويذا بس دها كله بشلا آلة كله بشلا كمبيوتر إثوى شغلات نقر على النحاس وعلى الخشب كلها بشغلات بدائية دها كلها بشلا آلات ومكائن يعني قمتها واثن وساواثن مخفخة هاي كمصيدي هاي كمصيدي بقاوة هاي كلها عمل يدوي ده وبشغلات بسيطة كوذي وعلي وكبيرة من ديانا هاي تلمة هاي دقيري مايا هاي كلها خسلي والك شالك أني قداري وقبتا قداري وقم تلث ولا ثلاجة لأن قداري وبصرة كم يكوشي لكواشة قداري وبصرة بقاوي قداري وملخة أني كل صنع يدوي ده كله بشلين مكاين بس ليه بيد مثلي مقصناعة قميثة يدوية أثير توث ديغ بغزايح أديو آخا برستا برقول أنا كبير كمري بأنه لك ذيلا طيمت إثمن دي إلها وخاء قريوة وخهية بينث إن أمانة ين بينث إن حجياثة ين بينث إنث يرتوثة دي لبرستة آخا يعني أود لك يا ذي ريخح معنى ديح سوكالة ديح ليه بتشاقلة وحابضلة وناطيرة ومخهيلة خاص عمت ما بانيرة بالنسبة لأن شغلات تراثية دي تخازيته لي بأي متحف زورة يثناشي لك قيمتها ما قيلة يعني يمكن انخازي لي زدي قاود شارع بخدوكا لك مسيمي لي بالا بينما اثناشي لا اكسر في دفاتر اللي يعني دا سيف كسريفة دفاتر لأي لأي أي متحف زورة بس لك مسيم بالا بس بيئة المحافظ التراث والمديانة أتيقد الناشي بغدادة والناشي سهل لينا بالبغدادة بالشكل الخاص يعني واتهم خكمة مسهلين من برطل من كرمش من القوش من بحشيقة ف إنسان ليلة كل بارئ تاريخ اتلحق لنا واتلحق لكل خاء يعني دل بهذه منطقة دي هذا تاريخ منطقة تح لا بس يتاوى قاود كافيتريات غازينوهات وبس ولك هذا ما إيث وما ليث من ديانة تيقة دي عش ناشي ديح فترة قميث ويا ريت من شباب دي شمي هذه تونيثة دي كامنا يا ريت يألي الآذة متحف زورة أو زلل الآواني متحف خنة وقشيه بالدعري خأمة رئيم مشنة بتاريخ البصرة تخازي دخيا وعيشة ساوث ببوث وساوث بآني شنة زيدا يعني حياة ديدا دا ديخ اي شخلة أساس ديدا وحيل من ديانة ديخ اي شخلة من داوة تراث أتيقين أخنك راشق بقوه بس شباب ديان دا وقت لك راشق بقوه بس إن شاء الله بدراشي وقتلن شباب كلك واعي يعني دخيوك عيشي أواثن وساواثن وكل جايل وقارئ اتخازي تاريخ المناطق دي كبيرة من ناشي يم برصوبة تفقلا إما يكخازي خيلة دييكا ومن نشواثة ين من خرانة ين من ناشي قريوة اللي وعزيز اللي شو قد خازخ سيف من يكم يقول خيلة تتصارف أو قدم بارة وتتفاتخ آذي بثعتق وهل بتعممت دي لخا قريوة اللح ودوي وأمح من فسوتا قميثا نجاوب لنا الأهدي بوقان بالنسبة لسيف سيف إيمان دقزاون أني فراغة تيقة وأني شغلات يعني كبيرة نقديلة
لما يتكزونت وما له فائدته وما له أنا. بس سيف كم جاوب بكاميرا أنا من ديانة بداثيه يوما داثيه يوما بديديت وقيمته ما قديرة. وأنا كم شاشعنا بصراحة يعني أنا من ناحية من جانب ديدي حيو لين من جانب دلكم شاشعين لهذا من دي دها شقد خازخ شوتا بياثا يعني مشاركات سيف جو عذعيدة ينجو مهرجانات. بالنسبة للمشاركات سيف كثير دعوات نقي من دكاوي المجال كازل كنزيلة الأنكاو مشتركة مهرجان مهرجان التراث الشعبي بأنكاوا تريقة وكل مشتركة بغداد همكم داعي والي زلوا عليهم البغداد مشترك والهم هم مهرجان التراث الشعبي وآخر بغداد يعني حاصل نشاطات من دي هم كم شارك. هل بت أن نقيت لك هاويث خكمة شوبان يعني خكمة دكان دؤذي يصيبوثا بآدخ مندي يعني بآدخ يرتوثا إنيلة من يرتوث البابا وساوا وإنيلة من آني أنتيكات يعني إكسسوارات ينتو حفيات دير بغزيي إديوما بآذي بث أتق السيف قذي. يا ريت كان إيثي كان كإيثي خجيها الدعمة سيف داود خمتحف ودمشان أني فراغ المتحف تبايش قشيئة الحيل ناشي وتبايش يعني وداثي زوار تخازي له وتخازي مينا أني فراغ ومينا ودقم جامع لي مثلا ودق. بس مع الأسف يعني نشدنا كبيرة كبيرة من نشد المنظمات من نشد وكاثلة إذاعات ومحكة وكم نشدق. بس أي دعم لف اللي ننو لحد الآن لف أي خاء دعيمة متحف السيف خازغ بخو تامد آذي حلقة بابد مايكل ما أقرت بياولنا أنت تفاشا إثير توثد بابا وساوا أمطرته. متمنى أي شاب أو شاب باب بغداد تلكي هذا آني من ديانة تتآثي الآن متاحف ومباقر على مود ديازة التراث إيدح منطقته ودخنا آني شباب محافظي لهذا التراث. كنت قرنيثة بآذي شوبا كمضيرالا الزونة ودار أتيقة من دثمن دي دي البريسة آخا ودك ياصر بابا وساوة حلقة ندأديو آذي واوا متسيف قذيه هالبت سيف لو اللي بد محكة اللي بد قايم قم كاميرا واللي بعمح بابد مايكل دمحكة لأن من بسوتا قميثا من شرايا ديح ويوا بسوتا امح واللي بد آوذ لو تخاوش اثمن دي شبيرة وكبيرة قو آذي بيثا هذا غبا مرغ بس مجيان دباب مايكل بس مجيان سيف المندي دي كم مقروي طالن بخيل دمريا شقلوتن خيثرانا من دث حلقة دي كم مقروخ لأدي خزينا نوخن شاوعا خنا أمت حلقة خفتة